نعم. يعني قامت مناطق صناعية كبيرة بين دول القارة المعنية بوجود خامات كبيرة في بعض الدول، وخبرات موجودة لدى دول أخرى تساهم بها، وهناك دول يمكن أن تساهم بالأموال. عملية الشراكات الثنائية والشراكات بشريك ثلاثية بوجود طرف ثالث دولي أو إقليمي لإسراء عملية التجارة، عملية نقل التكنولوجيا التي تعاني منها أفريقيا عند الدخول للاستثمار الأجنبي المباشر تطرقت إليها مصر في خلال الدورة السابقة وقطعت فيها شوطا كبيرا. أبوجا مهمة جدا، لأنه المفروض أنه كان خلال 36 سنة من عام 1994 أن هي تنطلق إلى آفاق أخرى حتى نصل إلى الاتحاد الجمركي على مستوى القارة، ثم ننطلق إلى السوق المشتركة على مستوى القارة الأفريقية. نحن تأخرنا كثيرا، يمكن هناك بعض الظروف التي فرضت نفسها على التخلف الاقتصادي والتأخر في القارة الأفريقية. جائحة كورونا التي كشفت عن ضرورة أن يكون هناك تكامل اقتصادي، يعني تسريع وتيرة التكامل لحاجة الدول الأفريقية لذلك، لأن الجائحة كانت كاشفة. الحرب الأوكرانية الروسية كشفت، يعني تخلت أوروبا عن أفريقيا في جائحة كورونا وانكفأت على الذات، فكانت هناك معاناة كبيرة للقارة الأفريقية في مواجهة هذه الجائحة، مما يعني دفع مصر إلى الاهتمام ببرنامج بناء القدرات الأفريقية. انطلقت مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي لتفعيل مبادرة إسكات البنادق ولتفعيل عملية بناء القدرات للدول الأفريقية حتى تعتمد على بعضها البعض وتعتمد على نفسها في عملية التكامل الاقتصادي، لا سيما وأن الحرب الأوكرانية الروسية قد أثرت تأثيرا كبيرا على سلاسل الإمداد الغذائية في هذه الفترة. نعم دكتور يوسف، هناك تجاذب شرقي غربي أو بين القوى الشرقية والغربية على مناطق النفوذ أو التواجد في القارة الإفريقية، هل يمكن الاستفادة من خلال الاتحاد الإفريقي بذلك في تفعيل الكثير من الشركات الاقتصادية وما شابه في الوقت الذي تحتاج فيه إفريقيا لكل المساهمات الاقتصادية من أجل بنية تحتية أفضل؟ سؤال حضرتك مهم جدا. كثيرا ما تصطدم عملية التكامل الاقتصادي بكثير من العوائق، مسألة النفوذ ومسألة السيادة، حرص الدول الأفريقية على عملية السيادة هي عملية تقف عائقا أمام عملية التنمية الاقتصادية. أيضا هناك يعني سياسة العقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة الأمريكية والمجتمع الغربي عامة على كثير من الأنظمة في أفريقيا، هي تؤثر تأثيرا بالغا على عملية التحرك والتفاعل داخل القارة، في بالذات في داخل التجمعات الاقتصادية، لأن هناك صراعات وهناك حروب تنشأ بين دول هذه التجمعات، وهناك صراعات أيضا وحروب تنشأ داخل دول هذه التجمعات. سياسة الاستقطاب التي يعني اتبعتها الدول الغربية في أثناء الحرب الباردة، المعسكر الشرقي والمعسكر الغربي، إلى أن انتهت في عام 91، بدأت بعدها عملية التبعية وعملية فرض المشروطية السياسية والاقتصادية على الدولة في أفريقيا، وهو ما يكبل الدولة في أفريقيا بأعباء ثقيلة، حيث أن معظم هذه الدول لديها اقتصادات هشة ولديها تدهور اقتصادي كبير نتيجة الحروب والنزاعات. مسألة التمسك بالسيادة وسياسة التبعية للغرب، أيضا يعني الكوارث الطبيعية والتغيرات المناخية التي تضرب دول القارة لا سيما في منطقة الشرق ومنطقة القرن الأفريقي، الجفاف والحروب الأهلية هي مسائل كبيرة. حضرتك لك أن تعرفي أن 25 مليون حالة انعدام غذائي تموج بها. أشكرك دكتور يوسف حسن خبير الشؤون الأفريقية على هذه المداخلة، كل ما قدمته من معلومات قيمة حول طبيعة أجندة الأعمال المزمع مناقشتها في جلسات الاجتماع التنسيقي النصف سنوي للاتحاد الإفريقي والتجمعات الاقتصادية التي يشارك فيها ويرأسها الرئيس السيسي والتي تبدأ الآن كما نشاهد على الهواء مباشرة. أعطي الكلمة للسيد لكي يقوم بإلقاء كلمته وفقا للبروتوكول.
السادة الحضور. نتمنى لكم صباحا طيبا. هلا وقفنا لنستمع إلى نشيد الاتحاد الأفريقي، ويلي ذلك عزف النشيد الوطني لدولة كينيا. معالي السيد غزالي عثماني رئيس دولة جزر القمر ورئيس الاتحاد الأفريقي، معالي السيد دكتور ويليام روتو رئيس دولة أو جمهورية كينيا، معالي رؤساء الدول والحكومات، الأعضاء في الاتحاد الأفريقي الحاضرون هنا، معالي السيد موسى فقيه محمد رئيس الاتحاد الأفريقي، رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، معالي السيدة أمينة محمد نائب الأمين العام للأمم المتحدة، معالي السادة الوزراء الموقرون الحاضرون هنا، معالي دكتور مونيك إنسانزا باجانوا نائب رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، معالي المفوضين في مفوضية الاتحاد الأفريقي، ومعالي السفراء وأعضاء اللجنة الدائمة الممثلة الحاضرون هنا، معالي رؤساء المجموعات الاقتصادية الإقليمية في أفريقيا، السادة الحضور، نتمنى لكم صباحا طيبا. إنه ليوم رائع هنا في مدينة نيروبي، المدينة التي تنبض بالخضار تحت أشعة الشمس، حيث ينعقد اجتماع الاتحاد الأفريقي منذ 13 من يوليو عام 2023. إنه من دواعي الفخر والسرور أن أعرض لكم برنامج الافتتاحية للقمة الخامسة لمنتصف العام التنسيقية للاتحاد الأفريقي، بما في ذلك المجموعات الاقتصادية الإقليمية والآليات الإقليمية، والتي تنعقد اليوم 16 من يوليو عام 2023 في مجمع الاتحاد الأمم المتحدة في دولة كينيا. يلي ذلك الجلسة الدورة 43 التي تنعقد أيضا في شهر يوليو هنا في نيروبي. اليوم ينعقد هذا الاجتماع التنسيقي
تحت شعار الاتحاد الأفريقي لهذا العام تسريع تنفيذ منطقة التجارة الحرة في الأفريقية. ومع استمرار الاتحاد الأفريقي في متابعة طموحه الإقليمية كما ورد في أجندة عام 2063، السيدات والسادة، برنامج اليوم سيكون كما يلي: أولا سيكون لدينا بيان للسيد موسى فقيه رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، له أيضا بيان معالي السيدة أمينة محمد نائب رئيس نائب الأمين العام للأمم المتحدة. بعد ذلك لدينا كلمة لمعالي دكتور ويليام روتو رئيس جمهورية كينيا. يلي ذلك الكلمات الافتتاحية لمعالي السيد غزالي عثماني رئيس دولة جزر القمر والاتحاد الأفريقي. وبعد ذلك بعد الجلسة الافتتاحية سنأخذ الصورة الرسمية الجماعية. معالي السيدات والسادة، اسمحوا لي أن ألقي الضوء على أن هذا الاجتماع التنسيقي لديه مهمة أساسية، وهي تسريع عملية التكامل في أفريقيا والأخذ في الاعتبار التقارير الإصلاح في مؤسسات الاتحاد الأفريقي. ومن المتوقع أيضا أن يكون هنالك تقديم لمصفوفة العمل وشبكة العمل بين الاتحاد الأفريقي والدول الأعضاء والمؤسسات المختلفة في مختلف القطاعات. معالي السيدات والسادة، الآن حان وقت بدء الإجراءات دون مزيد من التأخير أو التعقيدات. أتمنى بمنتهى التواضع أن أطلب من معالي السيد موسى فقيه محمد رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي ليلقي كلمته. تفضل معاليك. Current chairman of the African Union. Your Excellency Dr. William Ruto, President of the رئيس جمهورية كينيا. معالي السادة رؤساء الحكومات والدول. معالي نائب الأمين العام أختي السيدة أمينة محمد. معالي الرئيس التنفيذي للمجموعات الإقليمية الاقتصادية والآليات الإقليمية. معالي السيد محمد يوسوفو رائد الاتحاد الأفريقي لمنطقة التجارة الحرة الأفريقية والوزراء الموقرون، نائب رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي والسادة المفوضون، دكتور أديسنا رئيس بنك التنمية الأفريقي وبروفيسور أومانا رئيس البنك التنمية الأفريقي والرئيس النباد أيضا والمدير التنفيذي لمنطقة التجارة الحرة، معالي الوزراء والسفراء والسادة المدعوون السيدات والسادة. اسمحوا لي أولا أن أعرب عن خالص تحياتي وشكري لمعالي الدكتور ويليام روتو رئيس جمهورية كينيا وحكومته وشعب كينيا الشقيق لاستقبالهم الدافئ، بما في ذلك الظروف الجيدة التي قدمت لنا والتي تعرب عن مدى حفاوة الاستقبال والضيافة في كينيا. شكرا لكم. معالي السيدات والسادة، لقد تم ذلك في دولة النيجر. تم اليوم الجلسة تقوم بعقد جلستها الخامسة العادية، وهي تسمح لنا بأن نقوم بتحديد المستوى الذي قمنا به، وتحاول جاهدة أن نعمل بصورة كبيرة في الأمور القادمة، وأن نعرف بصورة كبيرة كيف يمكننا أن نقوم بالاندماج بصورة كبيرة
ونجب أيضا أن نحدد كيف يمكننا أن نقوم بالاندماج في القارة الأفريقية، ونحاول أن نعمل جاهدين لتعزيز الأمور الخاصة بنا، وذلك في الإطار الدولي، وذلك في خلال الفكرة الأساسية لكي نصل إلى الأفكار الأساسية في يومنا هذا بخصوص الاندماج في النظام الإقليمي، ونقوم ذلك من خلال المجموعات الاقتصادية الحالية، وذلك من خلال الأجزاء الاقتصادية التي ليس بها صورة كبيرة من الاستقرار. واليوم التقرير يوضح جميع الأمور التي قمنا بها، ونقوم بمعرفة ما هي الإنجازات التي قمنا بها، وأيضا ذلك وفقا الأمور أو الأولويات اللازمة. وهذا التقرير يشرح بدقة كيف يمكن الاندماج بصورة كبيرة، وسوف يكون اندماجه مع الشخصيات والأمور القادمة التي سوف نندمج من خلالها، وذلك من خلال التقرير الذي وجهناه. وسوف نحاول جاهدين أن نسرع في منطقة التجارة الحرة، وذلك من خلال تحرير التجارة وتحرير التجارة بصورة كبيرة، وأيضا محاولة الإنجاز في الاستثمار وتعزيز القدرة التنافسية. إنه بلا شك من خلال هذا التقرير أن رائد منطقة القارية الأفريقية سوف يعتمد بصورة كبيرة على إدماج السيدات والمشروعات الأفريقية وتسهيل التجارة بصورة كبيرة. السيدات والسادة، الأمور الخاصة حاليا الخاصة خاصة بحجب كل ما هو أمور، وأريد أيضا أننا سوف أتحدث على الأمور الخاصة بالبنية التحتية. وبالنسبة لرواد الأعمال، ونحاول جاهدين أن نكافح الإرهاب، ونحاول أيضا تحسين البروتوكول الخاص بالتجارة وتبادل التجاري، وأن نحاول أن نجاهد كل العقبات. وبخصوص هذا بصدد هذا الأمر، أنني أحاول جاهدا التعاون مع المجتمعات الاقتصادية وتحسين المناطق الخاصة بالتجارة، ونحاول جاهدين أن نخرج من هذا الأمر المتضارب، ونحاول تعزيز التجارة، ونحاول تحسين التجارة بصورة حرة. الاتحاد الأفريقي والمفوضية الإقليمية إنها ملتزمة حاليا بالتبادل، وإنها تدخل بصورة كبيرة بعد مراجعة البروتوكول، وذلك من أجل تحسين الصورة وتعطيها شفافية كبيرة بصورة فعلية وبصورة واضحة. وبالنسبة لما بينها بخصوص تفعيل المشروعات، سوف تسمح لها بأن تقوم بالعمل بصورة كبيرة وبصورة تصاعدية. وبالنسبة للتفعيل والتبادل، سوف يصبح كبير جدا في القارة الأفريقية، وهذا عن طريق تحسين تفعيل الاقتصاديات ومحاولات تقليل المخاوف الموجودة على الصورة القارية. وفي هذا الإطار نحن نهنئ أنفسنا بما حققناه، وذلك واضح من خلال الحركات التي قمنا بتفعيلها في القارة الأفريقية، وذلك بالآليات المحلية، وأيضا
في خصوص المفاوضات الأفريقية. أول مثال يختصر فيما يخص أثيوبيا والأمور الخاصة بالأمور الخاصة بالدولة الأثيوبية، وذلك من خلال إدماج ورقة عمل مشتركة فيما يخص السودان. رقم اثنين في التعاون المشترك بين السيداو فيما يخص المجال البحري، وفيما يخص القرارات الخاصة في البحيرات الكبرى، وذلك على مستوى الاتحاد الأفريقي، وذلك في منطقة رواندا، وذلك في الشهر الماضي. إن المؤتمر الخاص بالبحيرات الأفريقية إنه كان مؤتمر هام، وأيضا تعزيز البنية التحتية في إطار محاربة الاحتباس الحراري والتغيرات المناخية. والرابع في البنية التحتية والمنصة الخاصة للبلاد الأعضاء في الاتحاد الأفريقي فيما يخص إدارة الأزمات في القارة، وذلك من أجل تحديد هذه الشراكة لكي يكون لها صورة طبيعية، وذلك من أجل العمل بالاتحاد الأفريقي. ونحاول أن نعمل جاهدين جميع الدول الأفريقية أن تقوم بأحسن أداء، ولقد تم منحها العديد من الامتيازات الشهر الماضي في كيغالي برواندا، ولقد رأينا جميع الأمور الخاصة بالتقارير السابقة وقد أخذناها بعين الاعتبار، والصورة النهائية سوف تكون سرية وسوف نقوم بإسرائها في شهر أكتوبر القادم، وذلك من خلال المجلس التنفيذي، وذلك من أجل تعزيز التعاون والتنسيق، وذلك من أجل تحسين الصورة المالية على مستوى القارة، وتحسين العمل في مجال البحث ومجال المجتمع المدني ومجال التعاون بالمجال الخاص. وبالإضافة إلى الاندماج في المجال الأفريقي لا يمكن أن تقوم إلا عن طريق التعاون الاقتصادي والجيوسياسي على المستوى العالمي. وأيضا أننا نلاحظ التغيرات المناخية والتغيرات الاقتصادية التي تقوم بعمل عائق أمام أفريقيا، وأمام كل هذا أفريقيا يجب أن تحاول جاهدة أن تأخذ موقفا تجاه الأزمة الاحتباس الحراري والتهجير وأيام الهجرة، وأيضا من أجل حل النزاعات. وفيما يخص الاحتباس الحراري أننا نحاول جاهدين، وذلك عن طريق السيد الرئيس ويليام روتو، حيث أنه رئيس الدول الأفريقية في مجال الاحتباس الحراري، أنه سوف يحدد النقاط الأساسية التي تم طرحها في مؤتمر المناخ بمصر COP27، وذلك من أجل تحديد المؤتمر المناخي COP28، وهو أمر هام بالنسبة لنا. نحن هنا حاولنا جاهدين أن نقوم بعمل عن طريق رئيس دولة كونغو ورئيس دولة ليبيا، وأيضا من خلال التعاون مع المجلس الرئاسي الليبي الذي أشكره، وأشكر حضور السيد محمد المنفي الموجود بيننا اليوم. وكما قلت نحن حاولنا أن نقوم بعمل إدماج بين جميع أوراق خريطة الطرق التي قمنا بها، وذلك من أجل تحسين الإنسانية وتحسين الوضع الإنساني في السودان، وذلك من خلال وضع حكومة مدنية انتقالية لدعم المجال الإنساني والاقتصادي والأمني، وتحسين الوضع الأمني في أقصى وقت.
انه من خلال 3 أيام الماضية حاولنا بناء على مبادرة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي التي اشتركت بها، وهي تفعيل دور افريقيا من اجل مساندة السودان. انه لامر هام اننا نقوم بعمل دمج عالي وعمل موائمة مع المجتمع المدني لكي نحاول ان نفعل دور القارة الأفريقية الرائدة، وأيضا نحاول أن تحسين الوضع في منطقة الساحل. وفي منطقة الساحل يوجد بها العديد من المخاوف، والآن هذه المنطقة بها العديد من التقلبات، وذلك وهي بها مرحلة انتقالية. ونقوم الآن نحاول بتحسين وضع في منطقة الساحل وتحسين الأوضاع بهذه المنطقة، ونحاول تحسين وضع الشعب. وفيما يخص أفريقيا وفي الصومال، بالرغم من الجهود المبذولة للسيد الرئيس حسن شيخ محمد وبمساندة أتنيس، لكن المساندة ما زالت غير كافية. إن المشاكل الاقتصادية في أفريقيا هي أهم شيء خاص بنا في جدول أعمالنا. إنه أمر هام أننا نشير لكل المبادرات التي قام بها البنك الأفريقي الذي قام بها أخونا السيد أديسينا، وذلك من أجل الاندماج في المستوى الإقليمي. إنه أمر هام هنا. أفريقيا لا يمكن أن تقوم بعملها من خلال الاعتراف بكل ما تم عمله من أجل القارة الأفريقية. إننا نحاول جاهزين أن نحسن الوضع الاقتصادي وذلك على المستوى العالمي أيضا. وأننا نرى أيضا نحاول أن نحسن ونفتح العديد من الآفاق في الاتحاد الأفريقي، ونحاول أيضا أن نقوم بالحوكمة الاقتصادية، وأنه لطريق طويل أمامنا في هذا الصدد، ولكن كل هذه الأمور سوف تجعلنا أكثر تحديدا وأكثر صمودا من أجل تحقيق العدالة للقارة الأفريقية. وأنا أريد أن أقول وأن أتمنى أن كل هذه المبادرات سوف تحمل لنا العديد من الأمور الهامة لكي نقوم بتحسين وضعنا، وأشكركم جزيلا. شكرا جزيلا معالي السيد رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي. السادة والسيدات، ملقين الضوء على الدور المهم الذي تلعبه الأمم المتحدة باعتبارها أحد المساهمين الأساسيين في تمكين وتحويل أفريقيا، ولا سيما في الموائمة مع أهداف التنمية المستدامة وأجندة 2063. الآن يسرني دعوة معالي السيدة أمينة محمد، النائب الأمين العام للأمم المتحدة، لتلقي كلمتها. تفضلي معاليكي. شكرا جزيلا. معالي السيد سوماني رئيس جزر القمر ورئيس الاتحاد الأفريقي، معالي السيد ويليام روتو رئيس جمهورية كينيا على حفاوة الاستقبال والضيافة، معالي السيد موسى فقيه محمد رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي وأخي، ومعالي السيدات وشباب أفريقيا، يسرني كثيرا أن أنضم إلى الاجتماع الخامس النصفي التنسيقي للاتحاد الأفريقي والمجموعات الاقتصادية الإقليمية والآليات الإقليمية. أود أن أشكر حكومة كينيا على حفاوة الاستقبال والاتحاد الأفريقي على دعوتي لمشاركة بعض الأمور. هذا الاجتماع يقدم لنا فرصة مميزة لتعضيد الأرضية المشتركة وتشكيل وتنفيذ السردية الأفريقية لتحقيق أهداف
وطموحات الشعب الأفريقي وأجندة 2063 معالي الحضور. اليوم يواجه عالمنا أزمات غير مسبوقة لها أثر اجتماعي واقتصادي بسبب جائحة كورونا وتغيرات المناخية وأيضا الحرب في أوكرانيا، ولا يخفى عننا أن أفريقيا تعد جزءا في جميع هذه التحديات، فإن الالتزام من خلال المجتمع المحلي للتغيرات المناخية الذي ساهم في زيادة العوائق الموضوعة أمام أفريقيا. الآن نرى صراعات جديدة سببها الإرهاب في القارة نتج عنها العديد من اللاجئين. هذه الأمور جعلت جيل من الشباب والنساء يعانون من القلق والمستقبل غير الواضح. دعوني أحييكم باعتباركم القادة الأفريقيين في دوركم أمام التحديات المناخية وغيرها. أنتم يوما بعد يوم هنا وفي الخارج تعرضون قضية أفريقيا بشكل قوي. أفريقيا هي الأفق الجديد أمام الإمكانات، وهي مصدر الحلول للتحديات التي تواجهها ويواجهها الكوكب كله. وأنتم تحظون بدعم الأمم المتحدة الكامل. الأمر المهم في هذا الدعم هو أن الأمانة العامة تدعو مجموعة الجي 20 في الاتخاذ إجراءات نحو التخفيف من التغيرات المناخية، كما أيضا يدعو الأمين العام إلى وجود تحفيز من أجل خفض المساحة المالية الناتجة عن الكوارث، وذلك بفضل البنك الدولي. وأيضا فيما يتعلق ب السيدات والسادة، إذا ما كانت الحلول الأفريقية للتحديات الأفريقية والفرص أيضا ستكون أكثر من مجرد شعار، يجب علينا أن يكون لدينا صوتا عالي في اجتماع مجموعة العشرين للدفاع عن الابتكار الأفريقي والأفكار الأفريقية، كما أيضا يجب أن يكون هنالك التكامل بين القادة الأفريقيين لتحقيق ذلك. لقد سمعت الرئيس روت، أنتم هنا اليوم لمناقشة العديد من الأمور، من بينها الإصلاحات داخل الاتحاد الأفريقي والخطة العشرية الثانية لأجندة 2063 وأمور الحوكمة، بالإضافة إلى مجموعات الإقليمية الاقتصادية والآليات الإقليمية. أنتم بحاجة إلى ضمان على أن صوتكم المتكامل ومواقفكم الموحدة ستشكل الموقف في اجتماع العشرين، مجموعة العشرين، وكذلك في قمة أهداف التنمية المستدامة، كما أيضا ستكون في قمة العمل من أجل التغير المناخي، وأيضا اجتماعات البنك الدولي الخاصة بالإصلاح، وآخر اجتماعات هذا العام هو قمة المناخ 28. إن الأمم المتحدة ستدعم القارة بإطار في ضمن إطار 2063، وكما نعمل على هذه الأهداف الدولية وهذه القمم الدولية أيضا. وأخيرا اسمحوا لي أن أحييكم جميعا، فباعتباري سيدة أفريقية وأفخر بكوني من نيجيرية وأم لستة أطفال وجدة أيضا، فأنا معنية بالتغيرات الجيلية في أفريقيا، حيث يلقي العالم أنظاره على أفريقيا ونبدو أننا نعاني، ولكننا نحن كقادة نعتمد عليكم في وضع رؤية لأفريقيا يتم كما هو منصوص عليه في أجندة 2063، ولن يتحقق ذلك إلا إذا ما وقفنا متحدين دون أي تفرقة. فكما نقول في أفريقيا، فإذا كان العالم ينهار ستدخل لذا عليكم أيضا منع الافتراقات بينكم، فهذه الوحدة التي يجب أن نحققها وفقا لتاريخ أفريقيا العميق وأيضا القيم المشتركة والهدف المشترك. وفي النهاية معالي السيدات،
إنه إن وضع أفريقيا هو المهم لنا والأجيال القادمة وفي العالم ما بعد جائحة كورونا. فنحن في أفريقيا الآن نتطلع إلى الوحدة ونحن نعي مدى أهمية أهدافنا وصلاحياتها. يجب أن نقف معا لكي نحمي أنفسنا من الأخطار عودة الاحتلال في أشكال مقنعة. السيدات والسادة والأصدقاء وشبابي ونساء أفريقيا، شكرا جزيلا على هذه الفرصة وأتمنى لكم اجتماعا بناء ومثمرا. شكرا جزيلا. شكرا معالي نائب أمين العام للأمم المتحدة. معالي السيدات والسادة، الآن يسرني أن أدعو معالي دكتور ويليام روتو رئيس جمهورية كينيا ليلقي كلمته. معاليك تفضل. شكرا جزيلا معالي غزالي عثماني رئيس دولة جزر القمر ورئيس الاتحاد الأفريقي، معالي رؤساء الدول والحكومات، معالي السيد موسى فقيه محمد رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، معالي يوسف محمد رائد منطقة التجارة الحرة الأفريقية ورئيس السابق لدولة النيجر، السيدة أمينة محمد نائب الأمين العام للأمم المتحدة، رؤساء المؤسسات التابعة للاتحاد الأفريقي والمجموعات الاقتصادية الإقليمية والآليات الإقليمية والوزراء الموقرون، والسيد جورو الرئيس والسيد جونسون ساكادا حاكم مدينة نيروبي وأعضاء البرلمان الموقرون والسيدة والسادة. يسرني ويشرفني أن أحظى بهذه الفرصة لأرحب بكم جميعا في مدينة نيروبي في كينيا. إن الفرصة لاستضافة هذه القمة وزيارتكم إلى بلادنا تشرفنا وتشرف أمتي للغاية. أرحب بكم جميعا، معاليكم معالي السادة الوزراء والأصدقاء من مختلف أرجاء القارة، مرحبا بكم جميعا في كينيا. دعوني فقط أعطيكم نصيحة أو اثنين بشأن كينيا. أولا، في مدينة نيروبي، إنها مدينة تتمتع بجانب أخضر وحديقة وطنية في المدينة. في هذه الحديقة الوطنية التي تبعد 10 أو 15 دقيقة عن مكان إقامتكم يوجد بها أسود وكذلك أيضا أسوار، ولكن أحيانا كما تعلمون فإن الحيوانات البرية عادة ما تهرب من الأسوار، لذا إذا ما تسنى لكم الوقت للتمشية في مدينة نيروبي وقابلتم أسد أمامكم احذروا ذلك لأنهم حقا مفترسون، حاول إبقائهم داخل الأقفاص في الواقع. ثانيا، دعوني أرحب بكم في نيروبي في كينيا وأقدم لكم بعض المعلومات التي قالها العلماء وأنا واحد منهم، وأثبتوا هو أن أحد آخر أقدم بقايا إنسان كانت في كينيا. إذن هنا أصل النوع البشري وهنا بدأت الإنسانية، وبما أنكم هنا وتشعرون أنكم مرحبون في بيتكم فلأنكم حقا في موطنكم الأصلي، هذا هو منشأكم. وأود أن أعرب عن التزامي، نحن في كشعب كينيا لدينا محمية وطنية ونرحب أيضا بأي شخص يأتي إلى بلادنا، لذا في المرة المقبلة التي تأتون فيه إلى نيروبي ربما لن تحتاجوا إلى فيزا.
أو تأشيرا. معالي السيدة والسادة، إن نظرا لهذه الأهمية الكبرى لهذه القمة، لقد وضعنا شعارا هنا هو أن نقوم بالتحول، فباعتبارنا مجموعة إقليمية عملنا بجهد لتنفيذ هذه الأجندة القارية. هذا الالتزام نابعا من قرار لوضع إطارا مناسبا لدعم الجهود المختلفة للنهوض بالمجموعات الاقتصادية الإقليمية والآليات المختلفة الإقليمية، وهي تعتبر جزء من النظام الإيكولوجي للاتحاد الأفريقي، والذي نتج عنه أنشطة مختلفة وتنوع في أجندة الاتحاد الأفريقي وزيادة القدرة أو الطاقة الخاصة بمفوضيات الاتحاد الأفريقي والتكامل وجهود الخاصة بالتكامل الأفريقي، وأن الاتحاد الأفريقي كان التزامه صادقا ومتبوعا بإرادة سياسية وتنفيذ استراتيجي مركز. نحن قارة منشغلة وستبلغ أماكن رائعة، إنها القارة المستقبلية الخضراء، ونحن عازمون على قيادة هذه القارة باعتبارها مساهم ممكن لحل المشكلات العالمية. نحن نتحد معا لنضع حلولا فعالة معا وننفذها معا أيضا ونواجه تحدياتنا أيضا ونحن متحدين معا لكي نحرز تقدما ونحصل على النتائج. هذا هو ما جمع الأفريقيين والقادة المسؤولين عن التنفيذ معا إلى نيروبي، وذلك وفقا لأجندة الاجتماع النصفي التنسيقي الخامس. ولهذا السبب أود أن أحييكم جميعا هنا اليوم، ليس فقط لتخصيص وقت للمجيء إلى هنا، بل أيضا للعمل الذي تبذلونه لحراس تقدم في العمل الأفريقي المشترك، وهذا هو ما تدور حوله أجندة التكامل. نحن نتحدث عن المجموعات الاقتصادية الإقليمية أو الآليات الإقليمية أو الجهد القاري لتوحيد الشعب الأفريقي، وهو هدفنا الأساسي. وأنا أثني على معالي السيد عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية لرئاسة لجنة رؤساء الدول والحكومات بشكل فعال، والتي جعلت النباد يحقق إنجازات رائعة في خاصة بأجندة 2063 فيما يتعلق بالتكامل الإقليمي والقاري. وأيضا أريد أن أشكر السيد الرئيس السيسي لنجاحه في استضافة قمة المناخ 27 الخاصة بالميثاق المناخي التابع للأمم المتحدة في شرم الشيخ في شهر نوفمبر من العام الماضي. وقد كان هذا الكوب أو قمة المناخ التي عرضت إلى العالم صوتا موحدا أفريقيا مثمرا، وساهمت أيضا في حل أكبر تحدي وجودي يواجه الإنسانية، ألا وهو التغير المناخي. وأحيي بامتنان الرئيس علي بونغو رئيس جمهورية الجابون بصفته كرئيس المجموعة الاقتصادية الإقليمية لدول وسط أفريقيا لجهوده في قيادة التعاون بين المجموعات الاقتصادية الإقليمية تحت مبادرة تعاون المجموعات الإقليمية التي نتج عنها إحراز المجموعات الاقتصادية الإقليمية لغرب أفريقيا لتقدم كبير في التعاون الأمن البحري. أيضا أود أن أشكر الرئيس إسماعيل عمر الجليد رئيس جمهورية جيبوتي الذي رأس لجنة التنمية، وعلى قيادته لإحراز تقدم في وصول قرار متفق في أثيوبيا. والآن الأنشطة التي اطلعنا بها جميعا لضمان أن السودان
تعود إلى وضعها الطبيعي وتأخذ مكانها باعتبارها دولة مستقرة وآمنة في قارتنا. بالإضافة إلى ذلك أريد أن أثني على العمل الرائع الذي حقق تقدما في جميع المشروعات والمبادرات المستمرة التي تمت في العديد من المجالات ولا سيما في المجموعات الاقتصادية الإقليمية لغرب أفريقيا تحت رئاسة السيد بولا أحمد رئيس جمهورية نيجيريا والسوق المشتركة في غرب أفريقيا الذي يقوده رئيس جمهورية زامبيا والسادك أيضا التي يرأسها السيد فيليكس أنطونيو رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية وأيضا مجموعة الساحل ودول جنوب الصحراء تحت قيادة معالي السيد رئيس دولة بنين بارتيس تالون والوحدة العربية للمغرب العربي الذي قاده السيد بكوش رئيس تونس وأيضا شرق أفريقيا تحت قيادة رئيس بوروندي. أريد أيضا أن أقرر بالعمل الرائع الذي قامت به مفوضية الاتحاد الأفريقي تحت قيادة معالي السيد موسى فقيه محمد. لقد كانت هذه القمة ممكنة وتحققت بفضل قيادته. إن مجموعات الاقتصادية الإقليمية وقصص نجاحها تبين لنا أنه بلا شك أن هناك عمل رائع تم في القارة وفي هذا الوقت فإن القيادة الأفريقية توضح أو تبين التركيز والعزم على إدارة وحل التحديات القائمة وبالإضافة أيضا إلى تقديم حلول رائعة للكوارث المستقبلية. وبهذا الالتزام نحن نثق في أننا سنحقق التنمية المستدامة والرخاء ونتوقع بأن أجندة 2063 تسير الآن في مسارها الطبيعي. إن أفضل علامة على أن التكامل الأفريقي لا يتوقف ويفتح الباب أمام تحول اقتصادي اجتماعي غير مسبوق ألا وهو التقدم الذي قمنا به في منطقة التجارة الحرة الأفريقية. علينا أن نفخر جميعا بهذا المشروع الكبير والإنجاز التاريخي الذي قمنا به بأنفسنا ولأنفسنا والذي ستزدهر أو ستؤثر نتائجه الإيجابية على العالم بأكمله. أنا لا أبالغ لكننا ننظر إلى حقيقة الأمور إن هذه الآلية وحدها جمعت أكبر منطقة تجارية في العالم حيث اتحدت 55 دولة لخلق سوق مشتركة بقيمة تصل إلى تريليونات الدولارات. إن هذه المنطقة الحرة من شأنها أن تخرج ما يزيد عن 30 مليون شخصا من الفقر المدقع وتحقق أرباح تقدر بمليارات الدولارات. إن هذا هو عظم ما يتحقق عن العمل الجماعي أو المشترك الأفريقي. إن التقدم الذي أحرزناه من خلال التعاون مع بشكل غير مسبوق في مختلف المجالات والأمن والسلام والتكامل والتجارة والتغير المناخي كان يعد تحولا كبيرا لنا جميعا. إن أجندة 2063 هي المخطط الذي سنسير عليه لتحقيق الرؤية الأفريقية المشتركة لتحقيق أفريقيا المتكاملة والمزدهرة التي يقودها مواطنيها ممثلة قوة ديناميكية في الساحة الدولية. ولهذا أصبح الآن الأمر مهما أكثر مما مضى أن نستمر في العمل الجماعي والإرادة والوحدة والتكامل من أجل الوفاء بعملنا وأن نجعل أفريقيا قوة عالمية كبيرة من شأنها قيادة العالم نحو عصر صناعي جديد
في نحو عصر من التنمية الاقتصادية والعمل المناخي الفعال. علينا أيضا لهذا السبب أن نعزز جميع الإصلاحات المؤسسة داخل الاتحاد الأفريقي لمزيد من القدرات التي يمكنها أن تحقق التحول الأفريقي. ولهذا اليوم سيدتي والسادة مهم للغاية ولا يمكننا أن نغفل عن أهمية التخطيط الرائع داخل الاتحاد الأفريقي. إن ما يزيد عن 60% من ميزانيات برامجنا يمولها الشركاء، والمتطلبات التي الناتجة عن التحديات تجعل الاتحاد الأفريقي مضطرا لإجراء العديد من التدخلات وعليه حشد المزيد من الموارد. إن الحركة الأفريقية الشاملة دائما معنية بالسيادة بسيادة المؤسسات، بالإضافة إلى الاستقلال المبالغ فيه فإنه لا يتفق مع الطموحات. ولهذا أؤمن أن علينا أن نأخذ بجدية التوصيات التي تم وضعها لكي تكون نحو المؤسسات التي نمولها أو يمولها الشركاء. ولذلك علينا أن نحرز تقدما في استكشاف ووضع وتنفيذ حلول مثل قرار كيجالي الصادر عام 2016. وبالمثل قد تريدون معرفة أن هذا القرار تم تنفيذه من قبل 17 دولة، وعلينا أن نقنع جميع الأشقاء والشقيقات في البلدان الأخرى ليشاركوا معنا لكي نتمكن من القيام من تولي مسؤولية تمويل مؤسستنا. لقد حان وقت تحرير الاتحاد الأفريقي من العوائق الهيكلية والمؤسسية بما في ذلك التكرار وعدم الفعالية، لكي يتحقق الفعالية على مستوى أكبر. وفي البداية علينا أن نحدد الأدوار والمهام لمختلف المؤسسات. إن التنسيق الإداري والمهمة التنفيذية للمفوضية، بالإضافة إلى الوظيفة أو المهمة التشريعية، هي مهمة أساسية فإنها تحقق المسؤولية نحو السياسات. وكل ذلك يجب أن ينعكس بشكل أوضح على الهيكلة الإقليمية. أتمنى بل آمل أن الزملاء والسيدات والسادة أن نتخذ القرار الصحيح أخيرا ونبني مؤسسة تلائم الغرض المرجو منها وتستطيع أن تمول نفسها وتوفر الأصوات المطلوبة وأيضا القيادة التي تعكس موقف أفريقيا بوضوح أكثر وبصوت أعلى لكي نتبوأ مكانتنا بين الأمم. إن قمة المناخ 27 كانت نقطة تحول لأنها جعلت في أفريقيا أمرا أساسيا أن ندرك الأطر العالمية والثنائية وأهمية أن نعكس دورا جديدا وصوتا جديدا لتحديد إسهام أفريقيا في المجتمع الدولي وفي العمل من أجل المناخ. وبما أننا نفكر أو نرى ما قام به الرئيس السيسي في قمة المناخ 27 من أجل تسهيل توفير منظور أفريقي جديد نحو العمل المناخي، علينا أيضا أن نقوم بعمل أفضل في قمم المناخ القادمة، ولا سيما قمة 28، بأن نتخذ موقفا أكثر قوة ونهجا عالميا في التعامل مع أزمة المناخ. ولهذا السبب
من المهم بالنسبة إلينا أن نعي اهتماما خاصا نحو قمة أفريقيا المناخية الأولى من نوعها في قارتنا تحت رعاية الاتحاد الأفريقي والتي ستعقد هنا في نيروبي بين 4 و 6 سبتمبر. إن هذه القمة تأتي بعد قمة باريس التي يحدث فيها توضيحا للعديد من الأمور، وهذا سيمكننا من تسريع تحول الطاقة وتقديم حلول أفريقية في قمة 28 في دبي بالإمارات. وعندما نعود إلى نيروبي في سبتمبر سيكون مهمتنا الأولى والأخيرة هو حشد والالتفاف حول موقف واحد وأن نناصر موائمة عالمية وأيضا ووضع أجندة يمولها اتفاقية التنوير من أجل المناخ. علينا أيضا أن نحقق مشاركة قوية في قمة أفريقيا المناخية. سيدات والسادة، بما أننا نتحدث عن هذه القمة فهنالك أمرين مهمين علينا أن نوائمهم كقارة. علينا أن نوحد مواقفنا الجماعية. يجب أن يتوفر لدينا موقفا جماعيا في جميع الأمور ولا سيما الدين في الديون، وأنه حان الوقت لآلية تمويلية جديدة. فإن إصلاح البنوك الدولية لا يتعلق ب إذا ما كان سيحدث ذلك أم لا، بل إنه سيحدث، ولكن الأمر يتعلق بمتى سيحدث لكي نزيل الهياكل الحالية التي تتسم بعدم العدالة للأشخاص في جنوب العالم ولا سيما في قارتنا. حتى أن الأمين العام للأمم المتحدة بنفسه قال أن قارتنا تدفع في أي مكان ما يصل إلى مبلغ أكثر بثماني مرات عما يدفعه الأشقاء والشقيقات في أي مكان آخر. من العدل أن يكون لدينا آلية تمويلية تعامل الجميع بتساو. لقد قرأنا جميعا عن رواية مزرعة الحيوانات حيث يكون هنالك بعض الشخصيات أكثر امتيازا من الآخرين. فإن موقفنا هو أننا لن نعيش في مزرعة الحيوانات تلك، بل علينا أن نعامل بعضنا البعض بشكل متساو ومن قبل نظام تمويلي يعاملنا بشكل متساوي. نحن لا نطلب نظاما تمويلي يحابي لنا، بل نظاما تمويلي عادلا للجميع. إن جزء من التحديات التي تواجهنا هي السيولة، وجزء منها هي عبء الديون والذي تسببت فيه هياكل تمويلية غير عادلة والتي تجعلنا ندفع فائدة أكثر من الآخرين. اليوم لدينا تراكم ديني قيمته 640 تريليون دولار. نحن ندفع ما يقارب 70 مليار دولار سنويا. إذا ما كان هنالك هيكلة تمويلية عادلة تعامل الجميع بعدل ولا تصنف أفريقيا على أنها خطر، لكنا ندفع نصف ما ندفعه اليوم في سداد الديون. إذا نحن بكل بساطة نطلب أن يكون لدينا محادثة صادقة خاصة بتشكيل نظام تمويلي أكثر عدالة، وهذا هو دور البنوك التمويلية التنموية العالمية. نحن تخلفنا عن الركب. في التنمية الصناعية القائمة على الوقود الأحفوري، ولكنها حكمة الرب الذي وضع أفريقيا في منتصف العالم.
فإن التغير المناخي هو أزمة وجودية تواجه الإنسانية جمعاء، ولكن أيضا لدينا طاقة خضراء، والتي ما يعني أن لدينا طاقة متجددة وكمية وفيرة، وهذا يجعل أمامنا التحرك قدما نحو المستقبل أمرا أساسي، ويجعلنا أيضا في منتصف ووسط حلول أزمة المناخ. ولهذا أيضا السبب الذي جئنا به إلى نيروبي، لأن بالإضافة إلى الكمية والمخزون الوفير من الطاقة المتجددة، لدينا أيضا إمكانيات هائلة ومعادن وأكبر مخزون في العالم يمكن استخدامه للتنمية القائمة على الطاقة الخضراء. لدينا أكبر مخزون من الأراضي القابلة للزراعة ولم تزرع، وبالعمل مع أشقائنا يمكننا أن نزيد اخضرار القارة بنسبة 100% بل و200%. لدينا أكثر مجموعة سكانية شابة وأكثر قوة عاملة شابة في قارتنا. السيدات والسادة، لدينا المطلوب لكي نقدم حلولا التحضر والصناعة، وأن نأخذ بيد العالم نحو الصناعة الخضراء وتقليل نسبة الكربون في العالم. هذين هما الأمرين الذي يجب أن نركز عليهما انتباهنا وأن نضع موقفا ملائما لقرارنا. لذلك قلنا أنه يجب أن يكون لدينا مؤسسات تلائم الغرض المرجو منها، وأن نمول أنفسنا. نحن نعلم جميعا أن من يسدد أو يدفع المال هو من يضع الشروط. عندما نعود إلى نيروبي في سبتمبر، سيكون علينا أن نحشد موقفا موحدا ونناصر المؤامة العالمية مع أفريقيا في قلب العالم. أود أن أستغل هذه الفرصة أثني على المساهمة الرائعة التي قامت بها مفوضيات الاتحاد الأفريقي في جميع الترتيبات والقيام بما هو مطلوب من أجل إعادة قمة ناجحة. وبفضل هذه الشراكة مع المفوضية حققنا التقدم. للرئيس، على كلمتك. والآن يشرفني ويسعدني أن أدعو معالي السيد غزالي عثماني، رئيس جزر القمر ورئيس الاتحاد الأفريقي، ليلقي كلمته. السيد ويليام روتو، رئيس دولة كينيا، السيد الزميل والزملاء أعضاء الأعضاء والسادة رؤساء الدول، السيد موسى فقي رئيس المفوضية الاتحاد الأفريقية، والسيدة الممثلة للسيد بوتيريس من الأمم المتحدة، الأمين العام للأمم المتحدة، السادة الوزراء، السادة الحضور ومدراء المؤسسات الأفارقة، والسادة الأمناء الخاصين بالجهات الاقتصادية، الحضور الكرام. فيما يخص الأمر الذي تم منحه إلي سابقا، أن اليوم أن نحن تجمعنا في العاصمة الجميلة نيروبي، وذلك في إطار الدورة القمة الخامسة النصف السنوية التنسيقية للاتحاد الأفريقي. وأريد أن أشير وأن أعطي جميع التحية للسيد ويليام روتو الذي أقول له أباكو باللغة الكومورية. وفيما يخص حكومته وبما يخص الشعب الكيني لحفاوة الاستقبال التي تم استقبالنا بها وتم دعوتنا بها، وكم دعوتي بصورة شخصية وأعبر عن كامل امتناني لنا.
باللغة الكومورية. السادة الحضور الكرام، اليوم الآن العالم به العديد من التغيرات التكنولوجية، لكن قارتنا الأفريقية للأسف بها العديد من النزاعات والمؤامرات التي تخص كل القارة وتخص أيضا المجتمع الأفريقي، وذلك يجعلنا نشعر بالأسف. وفي هذا الإطار أريد أن أوضح هنا أنني أشارك بكل قوة ومساندة كل الدول الأشقاء التي تواجه هذه الأزمة الخاصة، وأريد أيضا أن أشير إلى الدور أن يكون لنا حوار واضح فيما يخص موضوع الأسلحة، وأيضا الحوار الخاص الذي سوف يجمع كل اختلافاتنا والذي سوف يزيح كل الحواجز لدينا، ولذلك لكي نقوم بتحسين قارة أفريقيا بصورة سلمية وبصورة رائعة، وهي أفريقيا التي نريد أن نحققها. ومنذ الاجتماع الماضي بأديس أبابا في فبراير أنني على ثقة وعلى اقتناع أن السلام والوئام هو الدافع الرئيسي لنا، وأن هو البرنامج الأساسي، وأنني على ثقة وعلى تعاون مع السيد فاكي أن نحدد النقاط الرئيسية والنقاط الرئيسية الخاصة بأزمة السودان، وذلك لكي ندعم كل الطرق اللازمة والسبل المتاحة لكي نخرج من هذه الأزمة. وأننا نريد أيضا أن نحدد أن هناك العديد من الأمور الخاصة بالجزء الإنساني، وأريد أيضا أن أقول للسادة الرؤساء في مالي وفي بوركينا فاسو أن المرحلة الانتقالية نحن ندعمها أيضا، وأننا أيضا أريد أن كل ما يحدث من الفترة الانتقالية بمالي، وسوف تكون فترة شفافة وبها صورة كبيرة من الوضوح. وفيما يخص جينيا كوناكري، إنني أساند المفوضية الأفريقية لكل ما هو انتقال سلمي وسريع، وذلك من خلال الاقتراع العام الواضح والحر والعادل. وأيضا فيما يخص الاجتماعات التي قمنا بها بأنغولا والخاصة بدولة الكونغو الديمقراطية، وأيضا استطعت أن أشارك بها لكي أحاول أن أحل هذا النزاع الذي استمر أكثر من 20 عاما، لكي نرى أفريقيا بأسرها قارة سلمية. وأنني قمت بإعداد تقرير سوف أعرضه على سيادتكم في خلال هذا اليوم، إن هذه الدول الكبيرة وأنني أحاول جاهدا أن أقوم بالبعد عن كل ما هو حرب لكي نقوم بالسلام في أفريقيا. وأيضا أريد هنا أيضا أن أقول لكل زملائي الذين يحاولون أن يحسنون وضع أفريقيا في مجلس الأمن في الأمم المتحدة بأن تكون بعض الدول هي دول دائمة. وأيضا أريد أن أشير لأمر هام وهو الأمر الخاص بالطاقة، ويوجد أمران هامان الذي يحجب تنمية قارتنا الأفريقية. وفي خلال هذا الطريق أنا أعمل بصورة كبيرة على تعاون أخونا سيد موسى فاكي وأيضا فريق عمله، وذلك من خلال دعمه من خلال المؤتمرات المختلفة.
وأيضا أشكره بصورة كبيرة. أصدقائي الأعزاء، السادة الحضور، تسريع فكرة المنطقة الحرة القارية الأفريقية هو الموضوع الأساسي لنا هذا العام في عام 2023. لقد حقق العديد من المبادرات والإسراءات، وأننا نرى الآن السوق المشترك هو عبارة عن فرصة كبيرة وفرصة رائعة للقارة الأفريقية لكي تكون قارة أفريقية مدمجة ومتحدة وبها العديد من الاندماج. ونرى أيضا أن خلق البنك الأفريقي له صندوق وتمويل كبير، وسوف يحاول جاهدا أن يساعد الدول الأفريقية. وأيضا في أكتوبر 2022 حاول هذا البنك أن يجعل المنطقة القارية الأفريقية تكون بتحسين أدائها. وأيضا فيما يخص الجزء الخاص بالتمويل وتفعيل التمويل الداخلي في القارة الأفريقية وبالصورة إقليمية، ويحاول أيضا تقليل الأموال الخاصة بوسائل المواصلات. أننا نحاول جاهدين أن نقوم بعمل خطوات جادة وفعلية لكي نشجع القارة الأفريقية. لذلك أدعو جميع الدول الأفريقية الذين لم يقوموا بدعم البنك أن يقوموا بدعمه، وأننا نقوم بذلك في خلال لكي نقوم بدعم البنك، وذلك من أجل تحسين خطة 2063. وفي الاجتماع الماضي فيما يخص الاجتماع الخاص بالاقتصاد الأزرق، وقد قام بالاجتماع العديد من الوزراء وأيضا مفاوضات الاتحاد الأفريقي ومفاوضات الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي وأيضا العديد من المفاوضيات والمفاوضيات الخاصة بالمحيط الهندي، وذلك وكان في مدينة ليبريفيل، وذلك من أجل تعزيز المنطقة القارية الحرة الأفريقية. لذلك فتعزيز التجارة الأفريقية أصبحت معززة عن طريق المجال البري، وذلك من أجل تحسين أيضا الإطار النقل البحري في المنطقة الأفريقية، وذلك وصل لرقم يبلغ قدره 35 مليون طن. وأيضا أصبحت من العناصر الأساسية من أجل الدمج الاقتصادي للقارة الأفريقية، وذلك رغم الهيكلية الهشة، ولكن يوجد العديد من الفرص، وذلك من خلال التوسع في المجال البحري، وأيضا من أجل إعلان مورونيا والإعلان الخاص بهذه الجلسة. سوف تكون هذا بمثابة ورقة عملنا في هذا الإطار. ومن الأمور الهامة التي تم وضعها في عام 2016 في المؤتمرات السابقة، وذلك من أجل دعم التعبئة في المفوضية الأفريقية، وذلك من أجل تحقيق فكرة عمل فريق البحث كان مكون برئاسة البروفيسور بوبونغو، وذلك من خلال الدعم والمشاركة الخاصة بكل الأمور التي تمت بهذا الاجتماع، وأيضا تقليل عدد المفوضيات، وذلك من أجل تحسين الوضع الحالي. وأن هدفنا الآن هو أن نقوم بدعم وتحقيق البرنامج الخاص بنا لكي نصل لدعم حقيقي واندماج حقيقي في أفريقيا، وذلك في عام 2024، وذلك من أجل تحسين التعليم. وأريد أن أشكر المؤسسة الخاصة
بدعم التعليم، لأن التعليم هو السلاح الأساسي من أجل تغيير العالم. ولكن فيما يخص الأرقام، التعليم في أفريقيا هي أرقام تنذرنا، لأن الآن في أفريقيا يوجد العديد من الأفارقة الذين لم يلتحقوا بالتعليم الجامعي، أنه ليس من مقبول في عصر التكنولوجيا وفي عصر الذكاء الاصطناعي أن يكون في أفريقيا مناطق ليس لديها البنية التحتية للتعليم أو الوسائل التحتية للتعليم. أنه تحدي صعب، ولكن بالعمل جاهدين سوف نحصد على نتائج كبيرة ونتائج رائعة في هذا الاتجاه وفي هذا العالم السريع. ونحاول جاهدين أن نقوم بالعمل جاهدين من أجل مواجهة التحديات اليومية، ولكننا معا سوف نستطيع أن نحسن وأن نجعل وحدتنا من أجل مواجهة المشاكل الأفريقية، وأن نقوم بدعم وتوحيد أفريقيا من أجل أن تكون قارة ثرية وقارة مليئة بالرغبة. ونحاول جاهدين كأفارقة أن نقوم ونأخذ بعين الاعتبار البرنامج، وخاصة قمة نيروبي فيما يخص الاحتباس الحراري والتغير المناخي والقمة المناخية 28. وكل هذا الأمل الذي أتركه وأرسل بريقه للجميع لهذه القبة التنسيقية، وأشكركم جميعا. معالي السيدات والسادة، الآن أدعو جميع معالي رؤساء الدول والحكومات والوفود ورئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي ونائبة الأمين العام للأمم المتحدة ونائب مفوضية الاتحاد الأفريقي ورؤساء المجموعات الاقتصادية الإقليمية والآليات الإقليمية لالتقاط الصورة الرسمية الجماعية لهذا الاجتماع. إن هذه الصورة الرسمية سيتم التقاطها عند السلالم عند مخرج هذه القاعة. معاليكم سيقوم بإرشادكم فريق البروتوكول والأمن. بعد هذه الصورة ستختتم هذه الجلسة في هذه القاعة. أشكركم جميعاً.